إذن تحية طيبة مشاهدينا، ومرحبا بكم مرة أخرى من مدينة الدار البيضاء. إذن مشاهدينا اليوم معنا ماريا من مدينة الدار البيضاء، شابة في عمرها 20 سنة، ديجا شاركت في مسابقة مليحة العرب وما حالفش الحظ. اذا مشاهدينا بقوا معنا نعرفوا تفاصيل المشاركه ديالها اولا، وشنو هي الموهبه ديالها. مرحبا بك اختي ماريا. مرحبا اخت تميا. مرحبا، تفضلي لنا عرفينا بنفسك ونعرفوا شكون هي الموهوبه ماريا. السلام عليكم، معكم ماريا، عندي 20 عام. هلا اختي ديبلوم في لا جيستيون اي اون اوتر ديبلوم ديال انيماتريس دو فونت، ودابا كندير واحد ستاج في لا كونطابيليتي. هادشي في مسار المهني. ابار سا انا كندير كانت عندي موهبه وباقي عندي لحد الان ديال التمثيل. مني كنت باقا صغيره وانا كيعجبني هاد الدومين بزاف، فما كنشوف شي اكشن هكا في التلفزيون تمشي كنديرها بوحدي، لحقاش كيعجبني بزاف. واخا اختي ماريا، من غير موهبه التمثيل اشنو كتعرفي ديري؟ كان ندير اي حاجه. كما كتعرفي انا قريت لا جيستيون دي زونتربريز، اي مره راه كدير لا جيستيون في الدار ديالها، دونك كتصيغ كطيب اي حاجه هذه بحد ذاتها راها جيستيون. تبارك الله عليك مشاهده. واخا شنو المستوى الدراسي ديالك؟ حاليا عندي باك بلس 2 اون جيستيون دي زونتربريز. واخا مازال ما خدمتيش؟ مازال. خديت ديبلوم، انا كنقلب دابا، ودابا كندير واحد ستاج. واحد ما خصوش يبقى جالس، خصو يقلب على راسو. واخا واخا عندك موهبه اخرى من غير التمثيل، تبارك الله عندك القدره على يعني باش تمثلي فيلم قصير. سبق لك انك شاركتي في افلام قصيره مع الاصدقاء ديالك. واخا تفضلي. كيف ما قلت لك انا كيعجبني التمثيل، ديجا كنا هكا بيناتنا لي زامي كنا كنديرو افلام قصيره، مي صراحه ما حلناش الحظ وما حصلناش على عدد كبير من المشاهده، دونك داكشي اش كنا حيدنا لي فيديو داكشي. واخا كتمنى انك تكوني مشهوره؟ الامنيه ديالي بغيت نكون انفلونسوز في انستغرام. ما شاء الله، كنتمنى حتى المتتبعين الان باش يساندوك ويوقفوا معاك ويبارطاجيو هذا الفيديو باقصى ما يمكن. واخا المتتبعين كيسولوا اشنو كتعرفي ديري اخر، اشنو النداء ديالك اليوم لشوف تي في؟ النداء ديالي بغيت نقول اي واحد كيشوف هاد لا فيديو كنطلب منكم تبارطاجيوه عدد ممكن، ويعني شي حد كنتمنى يعني من قلبي ان شي حد اللي يقدر يدعمني، شي مخرج ولا اي واحد كيشوف هذا الفيديو وبامكان انه يساعدني باش نوصل للهدف ديالي، حيت انا فريمون كيعجبني التمثيل بزاف. واخا شنو هي الادوار اللي تقدري تمثليها ماريا؟ العديد من الادوار، نقدر نمثل دور كطفله. اسمحي لي، تقدري تمثلي شي مثلا شي خادمه مسمومه؟ هيك كتبان لك كيدير لي وجهك سبحان الله انك تميلي لهذه الادوار، مثلا شي طفله. حيت يمكن سمحي لي قاطعتك، يمكن حيت كندوي معاك سيريوزمون، زعما كندوي سيريوز، داكشي اللي قلتي لي بحال هكا. اما انا يعني بدوري الاجتماعيه وكنبغي نتعرف ديما على ناس جداد وديما كنضحك. يعني الادوار اللي تقدري تمثلها اختي ماريا؟ كيف ما قلت لك نقدر ندير دور ديال الخادمه، نقدر ندير دور ديال الطفله، نقدر ندير ديال الطفله مظلومه حزينه، شي طفله عايشه حياتها يعني مفششها باباها، يعني اي حاجه صراحه نقدر نمثلها. اذا متتبعي قناه شوف تي في، بالنسبه للناس يلا تلحقوا بينا، معنا اليوم ماريا شابه موهوبه في عمرها 20 سنه، تبحث لما لا تبحث عن عمل في المجال ديالها. شنو الدراسه ديالك قلتي؟ باك بلس 2 اون جيستيون دي زونتربريز. نعم، إضافة إلى ذلك عندها موهبة كبيرة في التمثيل، سبق لها وشاركت في مليحة العرب ما حالفاش الحظ، وكتمنى أنها توصل لقلوب المغاربة، تكون مشهورة لمالا، وكتمنى أن هذا الفيديو يتبارطاجا. وشكرا لكم بزاف، كنتمنى نحصل على بزاف ديال الدعم من عندكم. ان شاء الله قبل ما ننهيو هذا الفيديو غادي نخلي لهم الانستغرام ديالي. مرحبا، عطيني الانستغرام. ماريا، لا تبقاي معايا ماريا، تفضلي. بوان بوان او دو زيست او دو زيست
دو دو الانستغرام، انا سجلته. اذا المتتبعي قناه شوف تي في الانستغرام ديال ماليا سجلته، غتلقاو فيه التعليق اللي بغيت يتواصل معاها وتكون ان شاء الله المسيره ديالها موفقه. قبل ما ننهيو الفيديو اختي ماليا، ما كرهنا شي نعرفوا كيفاش هي علاقتك مع الاخوه ديالك، كيفاش هي علاقتك مع الاصدقاء ديالك، كيفاش كتجمعوا وتخدموا الموهبه ديالكم، كيفاش كتجمعوا وتكتبوا يعني السيناريو ديال الافلام القصيره. واخا تفضلي لنا. كيف ما كتعرفي لي زامي ديالي تقريبا كنتلاقى معاهم كل نهار، داكشي علاش دونك كنتلاقاو هكا في الدار ولا في شي كافي، وكنحاولوا نفكروا في شي فكره اونصومبل، كنفكروا فيها اللي غادي نديروا عليها الفيلم ديالنا. مني كنفكروا في ديك الفكره كنخدموا عليها، كيطلب منا داك الفيلم كاع القصير شي بريسك اون سيمين هكاك صافي، وكنكونوا ساليناه بالتصوير ديالو بكل شيء. والعلاقه ديالي مع خوتي صراحه راه بحال العلاقه ديال اي اخوه، دونك بكثرة ما انني زعما راه كنبغيهم كنبغيو بعضياتنا حيت عشنا اونصومبل ما كنتفارقوش، دونك راه كنضربو كل نهار تنضربو، هادي حاجه طبيعيه زعما. يعني قصة قلتي لي انا كاين في البلاصه وخليك على راحتك اختي ماليا. اذا متتابعي قناه شوف تي في ماليا، ديروا في متابعه الاخت ديالكم، ما شاء الله عندها موهبه بعمرها 20 سنه، كنتمنى انها تدخل لقلوب المغاربه، كنتمنى حتى هي توصل ان شاء الله، وكنتمنى لها مسيره موفقه. فحنا كنشجعوا مثل هاد الشباب اللي عندهم طموح وعندهم موهبه ما شاء الله، فلما لا نشجعوهم ونوقفوا معاهم حتى يوصلوا ونديروا يد في يد. فديروا في متابعه الاخت ديالكم. الله يجزيكم بخير دائما. فما عندهاش الرقم الهاتف، فخلات لكم الانستغرام فقط، فالانستغرام باش داخله ماريا بوان او دو اس دو. تفضلي لالا، شنو النداء الاخير ديالك؟ قلتي بدا كتشبه الهنديات. كيقولوا بانك كتشبهي الهنديات. صراحه بزاف ديال الناس تيقولوا لي، يعني انا راه صراحه ربينا فيا مغربي لحقاش عندي حروف عربيه، ولكن بزاف ديال الناس تيقولوا لي يعني واش انت هنديه، هادو اللي ماشي مغاربه تيقولوا لي واش انت هنديه ولا تركيه لحقاش انا شعري طويل، باسكو بريسك يعني لا بلوبار ماشي شعرهم طويل. صباح الخير اختي ماريا، كتجي توصلي وكملي الدراسه. وكنتمنى شي حد الى ابار على التمثيل، يعني شي حد بغى دير بوبليسيتي ديال بوبليسيتي شي مارك ولا شي حاجه، زعما غنكون فرحانه الى زدت ليه البوبليسيتي ان شاء الله. فماريا هي رهن الاشاره ديال الجميع، فتواصلوا معاها عبر الانستغرام ديالها. فماريا هي نموذج من الشباب اللي طموح عندهم موهبه وباغا تكمل الدراسه ديالها ان شاء الله ضروري. مازال تكملي الدراسه ديالك، كديري افلام قصيره، يعني ميول في التمثيل، وكنتمنى لك مسيره موفقه ان شاء الله. شكرا اختي ميا.